اصدقائي فيديو جديد في الواد مول العشير. جينا اليوم باش نبارطاجيو معكم الواد ديال مول العشير على حسب الفيضان والشتا، وغنكتشف لكم هذا الواد. مع الاسف اخوتي كيما بغيت ما جابش الباب واضحين عليكم، وتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك، وفعلوا الشاره يا اخوان باش يوصلكم اي جديد ديالي، خصوصا الدقائق الاولين. كما كتشوفوا معنا الواد ديال مول العشير ديال مدينه قلمي، مع الاسف اخوتي ما جابش الشتاء، عفوا ما جابش الماء، كما كتشوفوا مسكين مول العشير مسكين كما كتشوفوا. حيت دابا اخوتي يقدر دابا المكان لو كان داز الواد في الليل لو كان غادي يخلي الخطر ديالو تماما. اخوتي كما كتشوفوا هذا هو واد مول العشير، وانا دابا في الوسط ديال الواد مول العشير. ربما يجي واحد السرعه من هنا اخوتي، يكون يقدر يجيب الماء من الفوق من بيزاكر، حيت اكوني مغار كيحطي من ديك المنطقه كيحطي هذا المكان الماء الفيضان كيكون حامل، واد كيكون حامل كما كتشوفوا، وغادي بواحد السرعه بسيطه جدا. ها كما كتشوفوا واد غادي بواحد السرعه نورمال قليل بزاف. المهم اللي علينا احنا جينا باش نصور لكم الواد، قلنا ربما مول العشير غادي يكون حامل ويجيب الماء، حيت المكان ديالو هي هذيك البلاصه، اخر مكان فاش داز الواد هنا هو داك المكان، اخر لاطار ديالو هناك تما. يقدر غادي نزومي ونكتشفو. ها هو خوتي لاطار ديال الواد، هذا المكان كما كتشوفو، هذا المكان هو المكان فاش كيكون الاماره ديالو على حسب فاش كان. وكينتظر باقي تجي مره اخرى يخلي عاوتاني المساحه ديالو في المكان فاش داز. هو صعيب والله نجيكم من الويدان، هداري ثم هداري من الفيضان، ناري الويدان شنو كيديروا. كنتمنى نكون سليم من هذا الواد، حيت اخوتي كاينه الطراب كتزلق، كتزلق، يقدر نزلق لكم هنا ونطيح انا وكاميرتي. يا ربي السلامة. بالنسبة للأجواء ديال الشتاء باقي كما كتشوفوا السماء، يا سلام، ولا واحد كان كينتظر الشتاء تكون في كلمين. باش نكونوا واضحين هما ما قالوهاش، الطقس ما قالتش كلمين، قالت شمال كلمين. السلام عليكم، أشناهو شمال كلمين هو أكادير من الفوق. ولا واحد كان كينتظر الشتاء تكون في كلمين، أنا براسي ما كنتش كننتظرها باش نكونوا واضحين، ولكن سبحانه وتعالى كون فيكون. وجات الشتاء هجمت علينا مع الوحده ديال الليل خاص مدينه قلمين كانت العاصفه المشهده. جات الشتاء، سمعت الشتاء مزيانه، واخا تشوفوا الواد ما جاب الماء، حيت دابا يقدر يلقى المشكل في البعد، يقدر دابا دوك الويدان اللي جابوا الماء قلال، حدو يقدر هذا الواد دابا مول العشير فيه الماء، جاب شويه الماء ولكن كاين من الفوق، باقي كننتظروا حتى ربما يجي هاجم من هنا في هاد البلاصه. حذر من الويدان، رد بالك ديما الواد فاش الواد السكوتي اللي كيجي بواحد السرعه بسيطه، هذاك هو الخطر. اما هذاك هذاك نورمال كما كتسمعوا. هادشي اللي كاين اخوتي، نبارطاجيو معكم واد مول العشير واخا ما جاب الماء بزاف. هادشي اللي كاين اخوتي باش نكونوا واضحين، حيت كننتظر الشتاء باش نصور لكم هاد واد مول العشير، ونصور لكم واد تلمع درت من الفوق، ونصور لكم واد صياد كما كتشوفوا. ها هو يلا دابا كيجيب واحد شويه الشتاء اخوتي، يلا كيجيب شويه الشتاء، عفوا شويه الماء كما كتسمعوا. سمعوا اخوتي الصوت ديالو، هو الله كيوصل واحد شويه. دابا هاد الماء ما عرفناش فين جابهم،
الواد مولع شير. هاد الواد عنده تاريخ، راه عرفتو شنو دار في 2014. دار واحد البلبله هنا ماشي غير في اليمين، دار واحد البلبله كلشي كيهضر عليه. في 2014 اخوتي كان هاد الواد كلشي كيهضر عليه. مول العشيرة شنو دار؟ جا واحد بالسرعة، ما كانوا كينتظروا على الساكنين ديال الكلميم. قال لهم انا دخل التاريخ 2014، دخل التاريخ هاد الواد، عنده سميتو وعنده التاريخ ديالو ملي دار البلبلة. في المغرب كامل كيعرفو، دار واحد الكارثة، واحد الروينة خاص في الكورنيش في مدينة كلميم، هاشم على المدينة. هاد الواد اخوتي في 2014 هاجم على مدينة كلميم وسبب ليهم بزاف ديال الكارثة الروينة. باش نكونوا واضحين، واخا تشوفوا المساحة ديالو قد هكا راه خطير، ملي كيجي ديال بصح وكيحمل وكيدير الخدمة ديالو راه ما كيعقل حتى واحد على واحد. واخا تشوفوا دابا تقول حكا سيدي، وهاد الواد شاف غير شوية الماء، الماء راه كاينين الويدان اللي كيدعموه، راه كاينين الويدان اخوتي كيدعموه، كيجيو الويدان في الفوق كيدعموه وكيحطوه وكيقول هاك الماء هاك دي الماء. وملي كيتجمع الماء هنا وكيكون هو داك الدعم ديال الويدان بعضياتهم، كيكون واحد الموجة كبيرة، وديك الساعة كاملة الكورنيش في خطر. الله يحضر السلامة، هادشي اللي ما كنت منه. يا رب تحطينا الشتاء بالنفع وتحطينا الشتاء نورمال عادي جدا، ما تكونش شويه الفيضان، علاش لا تكون الشتاء؟ باش كاين الشتاء مجهده والشتاء كثيره كيكون الخير وكيكون النفع وكيكون الربيع، والفلاحين كيستمتعوا. الفلاحين كيستافدوا بزاف، هما الاولين كيستافدوا في هذا الشتاء. دابا الفلاحين كتلقاهم فرحانين، كتلقاهم دابا مجموعين وكيعمروا اتاي وفرحانين وكيضحكوا، كتلقاهم كيضحكوا. قبل ما تكون الشتاء كانوا مخنزرين، كانوا طالع عليهم الدم، ولكن ملي كتكون الشتاء بحال هكا كتلقاهم فرحانين بزاف، ناشطين بزاف، وكاينين شي وحدين كيضحكوا والاحتفال. هما دابا كيحتفلوا، الرحال كيحتفلوا بهاد الشتاء وفرحانين بزاف. تماما، باش نقول لكم اللي كان. المهم هادشي اللي كان اخوتي، كننتظروا باقي الواد، ربما يجي الواد في شي مكان يجيب لينا الماء، يا الاقل يشد لينا هاد المكان كامل من هاد البلاصه، من هاد الحجر طال هاد البلاصه. هادي اللي نورمال ديالها، اما عندهم من الفوق تما راه الله يحفظ السلامه راه صعيب. كما كتشوفوها، واش الواد باقي ما وصل؟ واش الويدان ما دعموه؟ واش الشتاء ما كايناش تما؟ ولا اين هو المشكل؟ فاش كاين فهاد الواد؟ واش الواد جاب الماء حدو النص؟ ما عرفناش. باش نكونوا واضحين، الا كان هاد الواد جاب الماء بزاف، اذا جات كلميم كلها راه فيها الشتاء مجهد. اذا كان هاد الواد ما جابش الماء بحال هاد الطريقة، اذا الشتاء قليل نورمال، نقدر الشتاء داز غير في بعض المكان في كلميم هنا، بعض المناطق ما فيهمش الشتاء. لا يعقل تكون الشتاء مجهدة، خصوصا غير بزكار النواحي تاكانت، هو هاد المناطق كيجيب هاد الواد، قاعد في الميدان كيجيب الشتاء. كما كتشوفوا من تما، اذا الشتاء باقي عندهم تما، خصوصا في بوزاكر كما كيقولوا فيه الشتاء. باقي ما بحثنا، باقي ما اكتشفنا حتى شي اخبار، باقي ما اتصلنا بالناس اللي كاينين تما باش يكتشفوا لينا اخبار ديال الشتاء، واش داس الشتاء مجهده ولا ما كايناش. هذا هو وهذا هو العشاير.
جاب واحد شويه ديال سبحان الله. عاود نقولها، ما كان لا واحد كان كينتظر الشيخ ولا واحد، حيت هما خوتو في التلفازه ما قالوهاش، ما قالوش كلمي. ولكن الله سبحانه وتعالى كون فيكون، هما ما قالوش تكون الشتاء والله ما خيبناش وجاب لينا الشتاء. Steady.